اهلا بحضراتكم من جديد. ولادنا ياكلوا ايه وايه الاكل الامن لاولادنا؟ ده شيء مهم جدا بيشغل بال كل الامهات الحقيقه وكل الاسر المصريه، لانه خصوصا في السن الصغير بنبقى عايزين يعني نحاول ان احنا نكون ضامنين ان احنا بنقدم لهم غذاء يضمن لهم صحه جيده، وجبات امنه بعيده عن الحاجات اللي هم للاسف بيحبوها، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر جوه البيوت نبعدهم عنها، الحاجات اللي فيها بقى الوان صناعيه والوجبات السريعه واللي يمكن كل الدراسات اثبتت انه هي فيها خطوره على الاطفال. هنتكلم بالتفصيل دلوقتي مع ضيفتنا دكتور نهلة عبد الوهاب استشاري المناعه والبكتيريا. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، منورنا في التاسعه. نوركم وانتم بصراحه لذاذ جدا، برنامج جميل وكلكم احسن من بعض. اشكرك يا دكتور. يمكن يعني كنا بنشوف وخصوصا في اجازه العيد احنا راجعين معظم الاسر العيال عيانه تقريبا. اللي ابنه معيش في العيد ده محظوظ، وما احناش عارفين هم عيانين يعني من ايه ولا ايه اللي بيحصل، وطبعا كان في شويه حالات كورونا زادوا، فاللي ابنه سخن شويه واللي ابنه كان بيرجع ما احناش يعني عارفين بالظبط هي كانت ايه الحالات. هل اكل الصيف بيبقى عامل مشكله؟ وخصوصا واحنا بقى في المصايف ممكن يقولوا عايزين ناكل حاجات بقى من الوجبات السريعه اللي اكيد حضرتك يعني ادرى مني بيها. هو طبعا احنا اولادنا في الصيف اجازه وهم مبسوطين والاهالي مبسوطين، وطبعا الام عايزه ترتاح يعني طالعه اجازه، فهيبقى صعب عليها ان احنا نقول لها لا مش هترتاح يا دكتور لما يعي ومش هترتاح. برافو عليك، هتجبتي يعني اساس الموضوع. ما هو الفكره ان انا بصرف فلوس كتير قوي في الوجبات السريعه الجاهزه والمياه الغازيه، وبصرف فلوس كتير قوي لما اعي منها. طب ما احنا ممكن نعمل معادله، يعني ممكن ندخلها على فترات بعيده مثلا، يعني ندخل معاها حاجات تانية. يعني احنا دايما نقول لاولادنا احنا ممكن نخليهم هم يخشوا معانا المطبخ يختاروا الحاجات اللي هم عايزينها، يبتدي يحاول يعمل اكل بايديه. في برامج جميله قوي بداوا يخلوا الاطفال هم اللي يشتغلوا بايديهم ويعملوا شكل الحاجات بايديهم. يعني احنا ممكن مثلا سايل البيتزا مثلا من الحاجات اللي هي جميله جدا جدا، الناس بتحبها من بره وتطلبها من بره، طب احنا ليه ما نجيبش مثلا احنا نحاول نعملها لهم بشكل معين، وكل واحد يحط بتاعته والحاجات بتاعته يرشها عليها. دي في اصلا في الانيميشن تيم في الاوتيلات او الكلام ده بياخدوا الاطفال ويعلموهم حاجه زي كده، فبتبقى ظريفه. احنا مش هنقول انهم ياكلوا بيتزا، لا احنا ممكن نقلل بقى الكلام ده، يتعمل على عيش رفيع خالص، العيش التورتيلا مثلا اللي هو بيبقى فيها رده. فده يعني انا قللت، وبعد كده حطيت له مكونات من الخضره كتير قوي قوي، فنديت له حاجات كويسه، غير ان بره بيحاول يكسب اكتر ما بيفيد. طيب انا حببهم ازاي في الموضوع ده؟ يعني هو عايز بيتزا من بره، انا عايزه اخليه يعمل بيتزا جوه البيت، وايه هي المكونات اللي انا المفروض اصلا احطها له؟ يعني هل احنا مثلا نسمع انه الفلفل مثلا مفيد جدا للاطفال، نحاول نحببهم في ايه؟ الجزر، موضوع الخضار ده ادخله له ازاي وادخله له من اي سن عشان اضمن ان هو يحبه، وما يفضلش بقى يقول لي كل يوم خضار ورز، يعني ما يفضلش يعني، لانه الاطفال ما بتبقاش عايزه تاكل الاكل ده. صح 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 فعلا. هو الفكره ان انت بتدخلي من اول الصغر، يعني انا كأم، هو طبعا الابحاث بتختلف من واحد للتاني وكل يوم بتطلع ابحاث مختلفه. انا كأم دخلت الاولادي ابتداء من 6 شهور بدات ادوقه على بسيط قوي قوي، وابتدي اقول مش كدكتور يعني كدكتور بيقول لك لا ممكن سنه ونص لا ممكن بدات وانا باكل بدوقه حاجه بسيطه قوي، بس انا عارفه انا بدوقه ايه. يعني مثلا سي لو انا عندي مثلا جزر معمول مثلا بيتحلى بمعلقه عسل صغيره قوي قوي، او ممكن لو هو حب الجزر لوحده، وانت بتبتدي ترايل اند ايرور. يعني انا عملت له الجزر لوحده لقيته مش عاجبه قوي، طب انا المره الجايه ممكن احط عليه شويه ملح صغيرين، طب يمكن يبقى احسن، حست ان هو بيحبه ممكن نزود، يعني نزود له ان هو بيحب بقى مثلا يتحط بكميه ملح صغيره. لا هو بيحب شويه السكر، بس مش احنا مش هنحط سكر كتير ومش هنعوده على سكر كتير، لان في ابحاث بتقول ان طبيعه البيبي او ان هو بيكره الخضروات او بيكره الاكلات بتبتدي من لا مش مساله العمر كمان، حضرتك من الام وهي حامل. يعني انا لو ماما وانا حامل بحب الوجبات الجاهزه بفرح جدا بيها، البيبي بيجي له، طبعا احنا عارفين البيبي بيتغذى بالحبل السوري حوالين الامينوتيك فلويد او الـ او الـ او الـ 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 السائل اللي حوالين البيبي ده بتبقى فيها عباره عن بارتكلز او حاجات صغنطوطه قوي للاكلات اللي الام بتاكلها. فبيبقى هو بيسعد بيساعدها وبيبتدي تتكون عنده الشهيه بتاعتها نفسها،
فاحنا برضو هنبتدي نقول برضو ماما الحامل تاخد بالها من الكلام ده لو هي عايزه ابنها يبقى في صوره كويسه. مسؤوليه كبيره دي يا دكتور، يعني انا زي ما بنقول نبقى قدوه بقى. لا ما نربي نفسنا معاهم. هو بص انا اقول لحضرتك حاجه، يعني كلنا بنحاول. أيوه كلنا بنحاول يا فندم، بس هو الفكره احنا يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل لحل وسط يرضينا ويرضيهم. اكيد مش الوسط ده يا دكتور اللي هو يعني لو هم عايزين مثلا، كل الاطفال بتحب تروح بقى تشتري حاجات من السوبر ماركت، الحلويات بقى اللي بيندرج تحتها كل حاجة، البسكوت والعصاير اللي مليانة سكر بكل أنواعها، هو المفروض يعني أسيبهم يشتروا الكلام ده؟ وأنا يعني أعتقد أنه ما فيش حد قادر يسيطر على الموضوع ده، وحقيقة أنه الحاجات دي بتسبب سرطانات. هو بصي حضرتك، هي الفكرة أن الحاجات دي بتضاف لها، يعني إحنا في حاجات مكسبات للطعم، حاجات مكسبات للريحة، حاجات مكسبات للون، حاجات عشان خاطر القوام. وده بنشوفه مكتوب على الورق بتاع الحلويات، حاجات للقوام. يعني في حاجه اسمها جم، دي تلزق بتلزق الزيت يعني لو في حاجه مكون دهني مع مكون اللي هو النشويات عشان كانه بيلزق، كانها نوع من انواع اللاصق ليها. كل الحاجات دي طبعا ممكن لو في عائلات معينه بيحصل لها تحسس، لو الام والاب بيحصل لهم تحسس او نوع من انواع الازمه، او اللي هو الربو او حاجه زي كده، اللي هو على يعني هم الناس بيسموها كده، احنا بنسميها برونك الازمه، بتبقى نتيجه للتحسس من هذه الحاجات. يا ريت يا ريت يحاولوا يعني يقللوا على قد ما يقدروا من الحاجات دي، وابتدوا يراقبوا يعني هو لما كل ايه حصل له كذا عشان يبعدوا عنها. دي مهمه جدا جدا. مهم كمان ان هو يعني نبتدي نحاول ندق، يعني انت هتاخد منه واحده تشوف فيها، يا ريت الام اي حاجه البيبي هياكلها او الولد هياكلها تاكلها هي الاول. حست ان هي مش مظبوطه تبتدي تحاول تفهمه ان يعني ده مش مظبوط، لا بص دي طعمها مش حلو، طب ممكن نجيب حاجه بديله. هي بقى بذكائها الحاجه اللي هو بيحبها تحاول تخلق له بديل ليها صحي. مش 100% طبعا هنقدر نعمل كده، بس هنحاول. وما نجيبش الحاجات دي برده في البيت، يعني ما تبقاش موجوده في البيت. مش يفتح الثلاجه، انا يعني عايزاه يفتح الثلاجه ممكن يلاقي فاكهه، يلاقي مشروبات غازيه، ما يلاقيش عصير مليانه سكر، يلاقي بالظبط يلاقي فاكهه موجوده. ما هي الفكره ان هو لو هيتعب عشان ينزل يجيب، ما احنا اولادنا بيكسلوا، لو هيتعب عشان ينزل يجيب او يشتري ممكن يتاخر شويه او ما يفكر شويه قبل ما ينزل، وعبال ما ينزل يفكر. احنا مثلا الحاجات الجميله جدا الايس كريم في الصيف جميل جدا، ماما ممكن تعمل ايس كريم من الفاكهه في منتهى الجمال، وفي مكانات تحط فاكهه من ناحيه تطلع ايس كريم من الناحيه الثانيه، حاجه ممتازه جدا، بس ما بنقولش كتير، بس تنويع. طيب يمكن احنا كاولياء امور بنخاف شويه، وخصوصا مع كل الفيروسات اللي بقينا بنسمع عنها، فابتدينا شويه ندي فيتامينات. شايفه موضوع الفيتامينات ده ازاي؟ وانا المفروض في السن الصغير ده يا دكتور اعتمد على تقويه المناعه بالفيتامينات ولا بالاكل الصحي، خضار وفاكهه وزبادي ولبن وكل الحاجات اللي احنا بنحاول نهتم بيها، ونديهم حاجه فيها حبوب كامله، ده ولا فيتامينات؟ ولو هاخد فيتامينات في السن ده ايه هي الفيتامينات اللي المفروض تتاخد؟ اللي احنا بنتكلم على يعني السن الصغير. انا عايزه اعود كل الاهالي والاطفال ان احنا نحلل كل 6 شهور سنه بالكتير. لو في عنصر ناقص طبعا لازم ياخده، مفيش مشكله خالص. الثقافه دي محتاجه تعزيز عندنا يا ريت كمجتمع مصر. هو هقول لحضرتك هي بدات طبعاً شويه، هي ماديا كمان مرهقه شويه يعني لا يا فندم، ما هقول لحضرتك حمله 100 مليون صحه موجوده وباسعار مفيش اصلا مفيش وداخل حاجه، المدارس كمان وداخل المدارس والانيميا والتقزم بالظبط كده. طب ما هو ده كل ده يعني ماسك في بعضه. فاكيد ده مش مساله ان هي يعني دلوقتي في تامين صحي في المدرسه، في تامين صحي كل عمل بيعمل تامين صحي بتاعه. احنا عايزين نحلل كل 6 شهور، لو في عنصر ناقصنا ناخده، بالاضافه لان احنا طبعا الاكل بتاعنا نحاول الاكل صنع ربنا سبحانه وتعالى وليس صنع المصنع. يعني كل ما الحاجه اتخبزت اكتر، كل ما الحاجه اللي اتكررت اكتر او اتعرضت للتصنيع اكتر، كل ما كانت اضر. طيب يعني لو عندنا عنصر ناقص ناخد الفيتامين بالظبط، مفيش مشكله ناخد، لكن مساله الافراط في الفيتامينات بدون الرجوع لطبيب، ده حضرتك شايفاه ازاي؟ حضرتك دوت يعني كاني بخلق لابني، بخلقه ابن معوق على اللوج جرام. يعني ايه؟ الكبد بتاعنا هو فيه فيتامينز بتدوب في الميه وفيتامينز بتدوب في الدهون. الفيتامينز اللي بتدوب اللي هي يعني بتعتبر كانها هرمونز، ما ينفعش نقعد نلعب فيها زي ما احنا عايزين، لازم الدكتور هو اللي يقولها ويقولها بدوس صح، لان الكلام ده ممكن يعمل تسمم كبدي. الزياده في الفيتامينز، يعني انا مثلا ممكن اكل جزر مفيش مشكله، لكن عشان اخد فيتامين ايه اللي موجود في الجزر
لازم يبقى فيه حرص، لا لازم يبقى مكتوب لي. يعني مثلا الست الحامل لا ممنوع مثلا في اشهر معينه تاخد الفيتامين ايه، يعني حضرتك فاهمه قصدي؟ ما ينفعش ان انا هبهزرت كده الفيتامينز، لكن انا ممكن انا عارفه ان انا عايزه وشي يبقى جميل، عايز الولد النهارده الولد عايز يبقى يعمل عضلات، فممكن نعمل له ستيك لحمه لطيف او نعمل له فراخ او نعمل البدائل بتاعتها مرتين سمك في اليوم مثلا اوميجا 3. انا عايزه اقول له ده هيعمل لك عضلات، ده بروتين بيقوي الانسجه، بيعمل لك بيجدد الانسجه الجديده القديمه، وكمان بيبتدي يديله طاقه كويسه وهتكبر العضلات بتاعتك. فهو كل الاطفال بتاعتنا بتحب ايه؟ حبيبي يعني حضرتك شوفي هو انترستد في ايه وتكلمي معاه مهتم بايه بالظبط. يعني انت لو انت هو بيحب اللي هو عايز، اي واحد عايز حتى لو بيبي صغير عايز يبقى عنده عضلات. طب تبقى عندك العضلات ازاي اذا ما كنتش تاكل بروتين وبروتين صح مش بروتين دكتور مصنع؟ يمكن شويه ام تقول لك انا ابني مثلا حالته النفسيه بيكون مبسوط وسعيد ولذيذ وما ينكتش علينا كلنا وما يعيطش كتير لو كل حاجه مسكره. هو صحيح الاكل بيأثر على المزاج للدرجه دي من واحنا صغيرين بالظبط، وانا اتعامل ازاي بقى في الوقت ده؟ بصي هو لو كل حاجه انت لو عودتيه من الاول ان الحاجه المسكره دي حاجه كويسه هيبتدي اول ما هياكلها هينبسط شويه، وبعد كده هيبقى عارفه حضرتك فرط الحركه اللي هو كان قبل كده في يعني اتناقش في اكتر من مجال. الملونات بالذات اللي موجوده في الـ في الـ في الاطعمه بتاعه الاطفال والجمز والكلام ده كله حضرتك لازم تبقى الوانها مبهره عشان تشد الاطفال. الاغذيه المكسبات اللون دي بالذات بدات تعمل الناس تعمل دراسات على ان هي دي من النوع من الحاجات اللي هي ممكن مسببه بالظبط كده الفرط الحركه. فحضرتك انت عايزاه هيبسط وبس هيقوم يكسر لك البيت اوكي. اوكي فعلا. ماشي يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور نهله عبد الوهاب استشاري المناعه والبكتيريا. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. شكرا.